نصر الله عون مرشحنا إلا إذا، والنسبية هي المدخل للحل في لبنان. بكل صراحة بدي أحكي الليلة، من يرفض دكتاتوري. تدافع في التكهنات حول كارثة الحجيج، وإيران تعلم على السعودية. خصل جديد، خطأ طبي يجمد حياة الرضيعة فاطمة. وضع حيكون كتير سيء، مش مثل البيبيات العادية أبدا. اتهامات على محور كفر دبيان فريا تسقط في نبع العسل. اجت هالزباله نزلت بالجورة. من لبنان الى نابولي، كامورا النفايات يتكرر. بيانو بيانو بيانو. صباح الخير. استراتيجية الحرب والحل في سوريا من الدور الروسي والقلق الإسرائيلي وصولا إلى معادلة الزبداني، أفردها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على طاولة حوار تلفزيوني شرح فيه تفاصيل الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة على معركة تؤمن سلامة الحدود اللبنانية السورية. فأعلن عن اتفاق يطبق على مرحلتين في الزبداني الفوعة كفرية، يسود معه وقف لإطلاق النار لستة أشهر، يخرج خلالها المسلحون والجرحى إلى إدلب، ويجري تأمين نقل نحو 10,000 من سكان المنطقتين المحاصرتين إلى مدن يسيطر عليها النظام. وكشف نصر الله أن حزب الله أطال أمد معركة الزبداني إفساحا في المجال أمام إنجاز هذا الاتفاق، ولو أراد حسمها لانتهت في تموز، نافيا أن تكون المعركة الأخيرة للحزب في سوريا. وإذ رحب بالدخول الروسي على خط الأزمة السورية عسكريا، كشف أن زيارة نتنياهو إلى موسكو كان هدفها ضمان أن لا يصل السلاح الروسي في سوريا إلى أيدي حزب الله، واعتبر أن الأوضاع العسكرية تتحسن لمصلحة النظام بعد أن أصبح سلاح السعودية يذهب إلى اليمن بدلا من سوريا. محليا قال نصر الله إن فرص العماد ميشيل عون للرئاسة قائمة وهي في ازدياد، وعون مرشحنا لألف عام، وعندما يعلن بنفسه أنه مستعد لترشيح شخص آخر فسنناقش الأمر. وإذا اعتبر أن من يرفض النسبية هو ديكتاتور، توجه إلى المتذرعين بوجود السلاح قائلا إنهم في ظل هذا السلاح حصلوا على الأغلبية عام 2009، فالسلاح ليس عائقا إنما المال الذي دفعته السعودية يومها. وعن الحراك الشعبي قال نصر الله إن دخول الحزب على خطه يعطل أهدافه، مضيفا أن المطالب محقة، موضحا أنه في بدايات التظاهر وقفنا على حياد إيجابي لأن البعض اتهمنا بسبع أيار مقنعة. إذن المدخل للحل هو النسبية التي ستفرز خطا وسطيا وبيضة إبان. النسبية شو بتعني؟ الكل لما السليم إلا اللي ما بيقدر يتخطى العتبة، يعني أنت ما عندك حجم، أنت ما تخطيت العتبة الانتخابية بحسب الاصطلاح اللي هن بيعتمدوه. طيب، في قوى سياسية زعمان ترفض قانون النسبية. أنا برأيي بكل صراحة بدي أحكي الليلة، من يرفض ديكتاتوري هو مش ديمقراطي، لأنه يرفض في منطقته إذا عم نحكي منطقة، أو في طائفته إذا عم نحكي تمثيل طائفة، يرفض شريكا له. بالنظام الأكثري 50% زائد واحد صار هو الزعيم الحاكم المطلق، طيب هذيك 49% ما لهم محل، وهو عم يفرض تمثيله عليهم بالقوة. النسبي بيعمل له شريك، لكن الشريك مش قوي مثله، شريك وسط، شريك هو الأقوى، الأقوى بين أقوياء،
أو قوي وعنده شركاء ضعاف، ولكن في شركة، في ناس بتشعر أنه هي موجودة وهي ممثلة. في زعماء بلبنان وفي قوى سياسية بلبنان ترفض مثلا الثنائية الشيعية. أما نحن نفتخر فيها أنه نحن عندنا ثنائية. في ناس يا أخي يرفضون الثنائية في طائفتهم أو في منطقتهم. أنا الزعيم ولا أحد، حزبي هو الذي يمثل ولا أحد. طيب أعطيه فرصة للزعماء الآخرين، للأحزاب الأخرى، للتكتلات الأخرى. فهذا واحد يرفض. ثانيا هو لا يريد أن يظهر حجمه الحقيقي. لما بصير في نسبية خلص بتنفتح الفرص عند الكل، كل واحد بياخد حجمه الطبيعي. هو ما بده يقدم حجمه الطبيعي. في أحجام مصطنعة، في أحجام بالونية بالسياسة انصنعت بالنفخ الإعلامي وبالنفخ المالي، بس هي مش عضل، هي دهن. وبالتالي هذا بصير معيق. قوى حية، قوى فيها عضل، تبني بلد، تنقذ بلد، تخرج من مآزقه، مش قوى مترهلة. حزب الله، جمهور حزب الله، لأنه دغري لونه واضح. يعني إذا جينا قلنا لشبابنا انزلوا مبينين، يعني واضحين. وإذا قلنا لأخواتنا انزلوا مبينين واضحين. يعني فدخول حزب الله أو الدعم الشعبي الذي يمكن أن يقدمه حزب الله لهذا الحراك في هذه المرحلة، ألا ما نشحكي دائما، لكن ضمن الظروف القائمة، هذا يعطل أهداف الحراك. ليه؟ لأنه بالمقابل هو بالبدايات ما أن علاقة ومش فهمانين شيء. نحن كنا كان ينقال هذا سبعة أيار مقنع. لما بصير حزب الله جوات الحراك، وإذا حضر بقوة أيضا الغالب، يعني لما بيكون مثلا الحراك طيب قد ايه وصل؟ 10,000، 12,000، 40,000، 50,000، في تباين بالأرقام ما إلي شغل فيها. بس إذا أجا حزب الله فات على الحراك مثلا ونزل 100,000، شو صار الحراك؟ صار مظاهرة لحزب الله. حتى لو ما نزل 100,000، لو نزل 1,000 حيقولوا هذه المظاهرة لحزب الله، مثل ما صار بالتيار الوطني الحر بآخر مظاهرة. نحن تفهمنا، يعني نحن قيادة التيار، أنه حزب الله لا يشارك. وكشف نصر الله تفاصيل معركة الزبداني وقال إنها جزء من معركة كبيرة في سوريا، والمقاومة ستكون حيث يجب أن تكون، واصفا دخول العامل الروسي على خط الأزمة السورية بالإيجابي لأنه سيساهم في إبعاد المخاطر التي تتهدد سوريا والمنطقة، لا سيما من إسرائيل. المحصل الآن من الزبداني ضمن الاتفاق على مرحلتين تشمل ميالي. مرحلة أولى تشمل أولا خروج المسلحين والجرحى من الزبداني. هلا عفوا، داخل المرحلة الأولى في جدول إجرائي هذا ما لنا شغل فيه هلا. كل المسلحين يخرجون، يعني لن يبقى مسلح في الزبداني، وبالتالي الجيش سيدخل إلى هالكيلومتر المربع اللي بعده. يعني مش الزبداني الآن جيش سوري، وفي كل الزبداني باستثناء كيلومتر مربع. فالزبداني ومحيط الزبداني وسهل الزبداني كل هذا يصبح تحت سيطرة الجيش السوري. الجرحى أيضا يخرجون، المسلحون والجرحى يخرجون إلى منطقة إدلب. أهل الزبداني الموجودين في محيط الزبداني أو بمضايا أو مثلا ببلودان أو بريف دمشق، من يريد أن يخرج مع المسلحين إلى منطقة إدلب يؤمن له هذا الخروج. لكن النظام ما عنده شرط اسمه يجب خروج المدنيين، لا، المدني بإرادته بحب يبقى بالزبداني بالمنطقة، بيبقى بحب يغادر. لذلك هاي الادعاءات مال تغيير ديموغرافي هذا حكي ظلم، يعني هذا ما له أي أساس. وقف إطلاق نار خلال المرحلة الأولى. بعد تنفيذ المرحلة الأولى بيصير في هدنة لمدة 6 أشهر تشمل طبعا الزبداني، بيصير منتفي لأنه ما عاش فيه مسلحين. بقين سرغايا مضايا بمنطقة الزبداني. منطقة إدلب إذا بتاخد على الخريطة فوعة كفرية البلدات المحيطة بها، مثلا إدلب، بنش، تفتناز إلى آخره، موجودين الأسامي بالاتفاق. بهالمنطقتين بيصير في هدوء، يعني هدنة لمدة 6 أشهر. هلأ في تفاصيل تانية، مثلا على سبيل المثال أنه يفتح الطريق للإغاثة،
يعني هذا الناس الباقيين بالفوعه كفريه بده يصير يوصلهم الاكل والشرب والدواء والمازوت والبنزين وكذا، مش بالهليكوبتر مثل ما هلا عم بصير، وانما من الطرق العاديه، لانه بالاتفاق في تعهد بان لا يقطع الطريق على الامدادات الغذائيه والطبيه. وهذا نفس الشيء بده يصير على مضايا وسرغايا. والمرحلة الثانية في نقاش له علاقة ببقية الفوعة الكفرية الموجودين فيها، له علاقة بوضع مضايا وبقية المنطقة بالزبداني. في موضوع المعارضة أو هم عندهم معتقلين عند النظام، أيضا هم عندهم معتقلين للنظام، ضباط وجنود وأهالي مدنيين موجودين عند الجماعات المسلحة. هاي من الموضوعات اللي سيتم معالجتها بالمرحلة الثانية أيضا من خلال التفاوض. ولذلك لما انعملت الهدنة هي لإعطاء فرصة، لأنه هالمرحلة الثانية بدها تاخذ شوية وقت. بأنه موقعة الزبداني ستكون الأخيرة بالمعنى الهجومي؟ غير صحيح، ليس له أي أصل، حيث يجب أن نكون سنكون، لأنه هاي معركة لا تتجزأ. يعني هي زبداني جزء من معركة كبيرة موجودة بسوريا وبالمنطقة، ما فيك تاخذ. نعم إلى خصوصية أنه قريبة من الحدود اللبنانية، عم نحكي عليها بهاي الخصوصية، لكن مبدأ اللي انطلقنا منه سنكون حيث يجب أن نكون في هذه المعركة، هذا ما في تخلي عنه. الروس استفادوا من هاي التطور، هم بيقروا جيدا، عرفوا أنه الموقف الأوروبي عم يتحول عم يتبدل، شافوا الفشل الأمريكي والدولي في مواجهة داعش، هذا الخطر عم يكبر، اجوا فرضوا حالهم على المعادلة. الإسرائيلي بالتأكيد لن تسعده هذه النتيجة، لأنه بقاء النظام في سوريا، بقاء رئيس الأسد في سوريا بالنسبة للإسرائيلي هو انتصار لمحور المقاومة الذي يشكل تهديدا استراتيجيا له. في هذا السياق، ماذا تعني زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى موسكو في هذا التوقيت بالذات؟ أنا بعتقد أنه أولا هو راح ليشوف الأفق شو، يعني إلى أين يريد أن يصل رئيس بوتين في سوريا، هذا واحد. يعني أولا استطلاع عن قرب، ولذلك أخذ معه القيادات الأمنية والعسكرية المعنية. اثنين، على ما قالوا في وسائل الإعلام أنه في موضوع بده ياخذ ضماني فيه، أنه هذا السلاح الروسي اللي إجا على سوريا أن لا يصل إلى يد حزب الله. هذا الحضور الإقليمي، يعني الإسرائيلي طالع على موسكو ليطمن أنه هاو السلاحات الروسيات اللي هلا اجوا على سوريا ما يوصلوا لحزب الله. بس انه وصلوا يمكن. الشغلة الثالثة، هلا اذا وصلوا او ما وصلوا ما حقول لك. اللي هو بده يناقش فيها هي انه طيب الوجود الروسي في سوريا والدفاعات الجوية وسلاح الجو، هذا قديش سيمنع او سيحد من هامش الحركة عند سلاح الجو الاسرائيلي. هاي الاهداف المعلنة للزيارة، هذا منطقي. لكن شو النتيجة اللي وصلوا لها؟ أنا هلا ما عندي معلومات. لن تتوقف الأخطاء الطبية، هذه الأخطاء التي إن لم تؤدي بالمريض إلى الموت فإنها تسبب عاهة مستديمة. هذا ما حصل مع المولودة فاطمة زعيتر التي تسبب خطأ طبي بإحداث تشوه في دماغها أثناء ولادتها. ابنة الشهر والنصف ترقد في المستشفى اليوم. نحن اليوم أمام ملف واضح بالنسبة لموضوعنا، اسمه الأخطاء الطبية اللي عم تصير أثناء إجراء العمليات. صار في إجراء طبي بعتقد ناقص أو غير مسؤول وخاطئ بمكان ما، أدى إلى خلل بدماغ الطفل اللي خلقت جديد اللي اسمها فاطمة، تشوه خلقي بالدماغ لدى الطفلة، والطفلة الآن موجودة بالمستشفى بالعناية الفائقة، وحتى حالتها غير مستقرة ولا يمكن إخراجها من المستشفى بالحالة الصحية اللي هي فيها. ضرر اللي بدماغ كتير كبير، أنا عندك كان ورم بالدماغ، هلا قالوا لنا بس يخف الورم بصير نعرف شو عندك قدرات، وهي ما فيها تاكل بتمام اللي هلا فينا عارفون، بنبريش واصل من منخارة عم عادتها بتاكل، ما فيها تركلج حرارة جسمها مع المحيط اللي حواليها، يعني نحن من ركلج لحرارتها بالتياب بالدفى. خطأ الطبي نحن حسب مراجعاتنا لبعض الدكاترة ولبعض الاستشاريين الصحيين بيأكدوا انه حالة الطفلة هيدي بتيجي بحالتين، اما بالتفاف الحبل السري حوالى عنق الطفلة اثناء الولادة بيؤدي الى هيدا الخلل او التشوه الخلقي بالدماغ، او نتيجة زيادة
فترات الطلق الصناعي للزوجة. طلق ضل من الساعة 7 الصبح للساعة 1 مساء أو للساعة 11 مساء. هذا كان فترة كتير طويلة، وهذا أكيد من أحد الأسباب اللي أدت إلى هذا التشوه الخلقي بالدماغ. وانت لها وقتها كانت كتير عم توجع، انت لها ما فيني روح سي سكشن إنه سيزريان عملية. قالت لي لا، انت فيك تولد طبيعي، ما حنروح سي سكشن. قلت لها أوكي. فلت ضليت لتنتين بالليل مع وجع مستمر، وضل صرخ بدي سي سكشن قد ما كان الوجع قوي. صار في طلب من قبل الأهل لإجراء تحقيق، ولكن بكل أسف ما عطونا بعد النتيجة. صار نحن عندنا بعض المستندات اللي هي مسجلة صوت وصورة، نحتفظ فيها لبعدين مش هلأ. نحن بنطلب من وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فعور إنه يحط إيده على هالملف، لأنه هيدا من الملفات كتير مهمة، وهي حالة بعتقد صارت متكررة. يفترض أنه يتابع هذا الملف معنا نحن كمان، بركي بنوصل لنتيجة، لأنه في حالة طفل بدنا نستلمه. هيدا استلامه على مسؤولية مين بدي يكون؟ هل على مسؤولية الأهل أو على مسؤولية المستشفى؟ وإذا ما وصلنا لنتيجة ما لنا طريق إلا القضاء. مستنداتنا بعتقد صارت واضحة، محتفظ فيها، نبرزها أمام القضاء. وضع حيكون كتير سيء، مش مثل البيبيات العادية أبدا. مشاهد تختصر حال وطن الحراك وصوره في تحقيق ليمنى فواز. قبل ما يسرق لي انا، عيب علي انا عم بجوعك انه ما عم بجوعني. حبيبي انت يا عمي. لقطة استثنائية ومؤثرة أثناء الاعتصامات، الاعتقالات والتعنيف، وتختزل حال الوطن والمواطن والقوى الأمنية. ديما اسم مستعار فضلت ألا تكشف عن هويتها بسبب الإهانات التي وجهت لأهلها بعد تداول الصورة، ولكنها لا تخجل مما فعلته. أنت صاحبة اللقطة الشهيرة، شو حقيقتها؟ أكيد ما كنت بالغلط رفع اصبعي، انا فعلا رفعت اصبعي بوجه شبيحه السلطه من بعد ما ضربنا انا ورفقاتي، من بعد ما هو هيدا الشخص تحتينا، هيدا العنصر تحتينا هو اللي ضربني على معدتي. بين انه انت رافع اصبعك ولا عنصر من قوى الامن عم يبتسمني؟ ابتسامه ابدا ما كانت ابتسامه بريئه ولطيفه، بالعكس كانت ابتسامه سخريه. من بعد ما ضربنا، من بعد ما سحب الصبايا، وكان في بنت حدا عم تبكي كرمال اخذين لرفقتها، وهو عم يطلع فيها ويبتسم ابتسامه استفزازيه وابتسامه سخريه. واخر شيء حتى اجى الضابط انتبه للموضوع، واجى وطاله الازازه اللي بتكون للكاسك ورجعه لورا، قد ما كان هو شكله مستفز. ومش انا الوحيد اللي علقت معه لهذا العنصر، في كذا حدا من ورا انه كان كثير مستفز. بس بتوصل لمحل طفح الكيل معك وبدك تعبري عن هالشيء بطريقه، وانا يمكن هيدي الطريقه اللي قدرت اعبر فيها من بعد كل اللي صار. اجود ابو حمدان، كنت ادافع عن ناشط فاعتقلوني، ولست خجلا لانني ادافع عن وطن. هذا شعور اول مره بقعد بمحل وكفحت الشغب، شعور لا احسد عليه،
بعد اللي صار من مشاحنات ومشددات كلامي فاجأ بسامر من وراء على الحجار ضربينه بالعصايه راسه عم بينزل دم عم بفوت دم وبعدهم عم بيضربوا فيه وجارينه جر. شلت محرم لمسح دمات سامر بسمع كلامه رأي بس ما عرفته انه موجه لإلي. ايه هيدا هو شدوه شدوه لقي ايد المدت علي وعم تسحبني بعنف. قلت انا بلكي عم بزيح برمتها هيك لقيت اكثر من واحد هربت منهم لحد مدخل الاوتيل وما بحس الا صار يلحقني خبيط على راسي واكثر شيء لما شد لي على شعراتي برمت لطلع فيه بلاقي اجاني بوكس بنتيني مايل ضل بالي انا عند الميكروفون. قلت انا لو بدي موت بس هذا الجهاز بيعز علي كثير هيدا شارك بكل المسيرات والمظاهرات المطلبيه. رجعته يوم برخوصه رجعنا على بيروت طلبته اعطوني اياه. هاي صوره مش عار لالي هاي صوره معكوسه مش مثل فوق اهلي واهل ضيعتي فوق انه هي بتعرف الشاب يشد منشار هاي مش قضيتي قضيه وطن يخجلوا من عيوني. في كل تلك المشاهد تغيب السلطة بممثليها وتختبئ خلف الجدران والقوى الأمنية في حين أن أصابع الاتهام موجهة إليهم لا لسواهم. يمنى فواز، قناة الجديد. النفيئة تهدد بالتسلل إلى المياه الجوفية لنبع العسل في أعالي جرود كفردبيان فريا والاتهامات تستعر بين البلديتين الكسروانيتين. تحقيق دارين دعبوس. بين كفردبيان وفريا الجبليتين حرب نفايات واتهامات فضيحة بيئية مسرحها المنطقة الجردية المتداخلة بين هاتين المنطقتين فوق نبع العسل الذي يروي جرود كسروان وقسماً من جرود المتن الشمالي. توجهنا إلى مكان الجريمة. الطريق إلى منطقة الميدان الجردية ترابية وعرة والرائحة الكريهة المنبعثة حتى بعد الطمر تقول لك Welcome to the Zbeli Land. في كفردبيان يقال إن كميات من النفايات نقلت قبل نحو 10 أيام من فريا التي نظفت شوارعها استعداداً لمهرجان عيد الصليب. حملت النفايات بالشاحنات ورميت كما تظهر هذه الصور في حفرة طبيعية فوق المجاري الجوفية لنبع العسل. وعندما اكتشف الأمر وعلت الصرخة في كفردبيان أحرقت النفايات وطمرت بالتراب علماً أن طبيعة الصخور في هذه المنطقة خشخاشة بمعنى أنها تسمح لمياه الأمطار بالتسرب بسهولة إلى جوف الأرض. بأطنان من الزبالة 40-50 كاميون على القليل هول اللي عرفنا فيهم نجابوا من هالطريق اللي بتشوفيه هون طريق المستحدث الغير شرعي يعني ما مرقوا على الجيش اللبناني سلكوا طريق شبروح جابوا 40-50 كاميون لهون. مين؟ إحدى البلديات المجاورة إحدى البلديات منترك للأجهزة الأمنية هي تحدد الشخص وهي تحدد الشخص وترغموا يشيلهم. هالزبالة نزلت بالجورة انحطت بالجورة أول ما رفعنا الصوت وبلشنا نطالب بإزالتها منتفاجأ بحرقة. فإذا هيدي النفايات رح يجي وقت مع أول هطول أمطار رح تشربوها أنتو والقرى المجاورة. نحن رح نشربها رح نضطر مرغمين إذا ما شربناها نغسل فيها تيابنا ونغسل فيها وجوهنا ونغسل فيها صحوننا. في مقلب فريا نفي كامل للاتهامات وتأكيد أن حماية مجرى نبع العسل مؤمنة بالكامل من جهة فريا من خلال تسيير دوريات ليلا ونهارا. أنا بأكد لك أنه بلدية فريا ما كبت نفايات بأي منطقة متداخلة بين فريا وكفردبيان ولا بكفردبيان. بلدية فريا ما طلعت نفاياتها من فريا وكل اللي عم يتداولوه وكل الصور اللي عم تشوفيهم ما إلهم علاقة ببلدية فريا. رئيس بس في كمان حكي عم بيقولوا انه الكاميونات او الشحنات اللي اخذت هيدي النفايات معروفة لمين انه هي لجوزة لنائبة الرئيس يعني لحضرتك. خليني اقول لك شغلة الشاحنات اللي كانت عم تكب النفايات الصور اللي حضرتك عندك اياهم عندك صورة شاحنة وعندك صورة موقع مركبة تركيب وعندك نفايات وعندك صورة نفايات ما في عندك صورة ما في صورة شاحنة بموقع عم تكب نفايات بهذا الموقع لأنه هالشي ما إنه مزبوط مش لأنه ما حدا عنده الصورة. نحن عنا مطرح منحط فيه نفايات علنا بالنهار لا مضطر أخذهم بالليل ولا مضطر خبيهم ولا مضطر قول أنا مش عم كب النفايات. وين بدي أقول عم حط النفايات إذا ما بدي أحط النفايات بعقارين فريا وين بحطها؟ وين بدي أحطها؟ بين اتهام كفردبيان ونفي فريا تبقى النفايات مكدسة فوق منابع مياه الشفا فالطمر لم يستطع أن يخفي الرائحة المنبعثة وما على المعنيين إلا التحرك السريع قبل هطول الأمطار
وإلا على ما تبقى من صحة المواطنين السلام. دارين دعبوس، قناة الجديد. ما بين لبنان وإيطاليا كمرة وسيناريو نفايات يتكرر. التفاصيل في هذا التقرير لألين حلاق. نابولي الإيطالية شبيهة بيروت اللبنانية، القاسم المشترك النفايات. سبب المشكلة مافيا النفايات، وتسمى هذه المافيا في إيطاليا كامورا، وفي لبنان لا يزال البحث عن تسمية لها جاريا. سيناريو النفايات في إيطاليا يتكرر اليوم في لبنان. اعتقدنا لفترة طويلة أن المسؤولين لا يأخذون الأزمة مأخذ الجد، ونرى الآن أنهم لا يريدون حلها. إنهم ينقلون النفايات من مكان ويضعونها في مكان آخر. سنقف على الأرض، سنقعد على الأرض، ولن يدخل كاميون إلا على أجسادنا. هذا آخر كلام، ليسمع لا يسمع. تمر أطنان النفايات في إيطاليا بدأ عام 80 على يد مافيا الكامورا، وبطريقة عشوائية في أراضٍ اشترتها في مدينة نابولي وضواحيها. في لبنان بدأ عام 94 على يد سكلين في أرض الناعمة، ولأكثر من 20 عاما وصلت أرباح كامورا إلى أكثر من 8 مليارات دولار، ولأكثر من 17 عاما وصلت أرباح سكلين إلى 2 ملياري دولار. تجاوزت المطامر الإيطالية الحد الأقصى لاستيعابها النفايات. انتفض أهل نابولي مع ازدياد الأمراض تماما كما قصة النعم وسكلين. توقف عمال النفايات عام 2007 عن العمل في إيطاليا، كما توقف عمال سكلين كذلك مرات عدة. تراكمت النفايات بشكل هائل في شوارع نابولي كما حصل في شوارع لبنان. تطورت الأزمة ولم تملك الحكومة الحل تماما كما حكومة لبنان. وترافق ذلك مع بدء الحملة الانتخابية النيابية في إيطاليا عام 2008، وأطالت التعقيدات السياسية وتبدل التحالفات الانتخابية أمد الأزمة. عمت الطرقات تظاهرات عنيفة في إيطاليا تخللها اشتباكات بين المواطنين والقوى الأمنية تماما كتظاهرات لبنان. المتظاهرون الإيطاليون طالبوا حكومة رومانو برودي بالاستقالة، كما طالب متظاهرو لبنان باستقالة حكومة تمام سلام. الغضب الشعبي دفع حكومة برودي إلى إعلان حالة الطوارئ. نزل الجيش إلى الشارع لجمع النفايات. صدر قرار حكومي بإغلاق 3 مطامر وبناء 3 معامل لحرق النفايات. في لبنان أغلق مطمر النعمة، وتقرر عبر خطة شيب إقامة مطامر في مناطق أخرى. لم يجدي هذا الحل المؤقت نفعا في إيطاليا، بقيت النفايات في الشوارع، ومن هنا يبدأ ما تبقى من السيناريو في إيطاليا. استقالت الحكومة الإيطالية واستمرت النفايات بالتراكم. انتخب سيلفيو بيرلسكوني رئيسا للحكومة، فقدم حل إرسال أطنان من النفايات إلى محارق في ألمانيا وهولندا. محافظ نابولي اعتمد سفينة هولندية واحدة كل أسبوع تنقل النفايات إلى روتردام في هولندا لحرقها. وهكذا تدنت النفايات من 2500 طن إلى صفر في نابولي. وبدأت هذه السفينة عملها في أذار العام 2012، أي بعد 4 سنوات على بداية الأزمة. باختصار، تسلمت مافيا النفايات نفسها زمام الأمور، وعادت الكامورا الإيطالية بحلة جديدة. وبعد جبال النفايات في الشوارع والحرق الارتجالي الذي دام سنوات، ازدادت الأمراض في نابولي حتى سميت الأرض الموبوءة. ونهاية القصة تغريم الاتحاد الأوروبي دولة إيطاليا أكثر من 21 مليون دولار بسبب ما أحدثته نفاياتها من تلوث سيمتد أثره البيئي والصحي لعقود. ألين حلاق، قناة الجديد. مجلس التنسيق الإسلامي في إيران دعا إلى تظاهرات حاشدة مناهضة للسعودية عقب صلاة الجمعة، تنديدا بعدم كفاءتها وسوء إدارتها للحج. فيما يواصل نحو 2 مليون حاج في أول أيام التشريق رمي الجمرات 3 الصغرى والوسطى والكبرى، شغل الحادث المأساوي بمشعر منى بمكة المكرمة الرأي العام السعودي والعالمي، بعدما تخطى عدد ضحايا التدافع عتبة 1700 ومئات المصابين، وذلك في أكبر فاجعة يشهدها موسم الحج منذ 25 عاما، ما أشعل حملات تبادل اتهامات بين المسؤولين حول أسباب الحادث التي وإن تعددت رواياته فإن
إن الموت واحد. مصدر سعودي نفى الرواية المتداولة حول أن سبب التدافع هو إغلاق أحد المسارات المنتهية إلى الجمرات من قبل الأمن السعودي بسبب حضور ولي العهد محمد بن سلمان بموكب رسمي كبير، ودخل بين الحجاج ووصل إلى مركز منى، ما غير وجهة الحجاج وأدى إلى التدافع. رواية أخرى أكد فيها المتحدث باسم الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن أسباب حادثة التدافع والزحام وقعت نتيجة تعارض حركة الحجاج المتجهين مع الشارع 204 مع حركة الحجاج على الشارع 223، ما تسبب في التزاحم والتدافع. رواية أخرى تبادلت فيها ثلاث جهات حكومية الاتهامات حول مسؤولية تدافع الحجاج بمحطة قطار مزدلفة، وهي الشركة المشغلة للقطار ومؤسسة طوافة ممثلة باللجنة الوطنية للحج والعمرة والجهة المسؤولة عن بيع تذاكر القطار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وقد تمحورت الاتهامات حول عدم الالتزام بزمن التفويج نحو المحطة وبيع حجاج مخالفين تذاكر قطار. وفي حادثة القطار أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه خلال تصعيد الحجاج لعرفة حدث توقف مفاجئ للنظام الآلي لإغلاق أبواب إحدى عربات قطار المشاعر في منصة صعود الركاب، ونتج عنه تأخر صعود الحجاج إلى القطار لمدة 25 دقيقة ليتم بعد ذلك تصعيدهم ووصولهم إلى عرفة. ونفى مصدر مسؤول صحة الفيديو الذي تم تداوله حول ضحايا الحادثة ويعود إلى عام 2012 عندما أدى تأخر فتح أبواب قطار المشاعر إلى تدافع كبير بين الحجاج نتج عنه وفاة 43 حاجا. وفي أعقاب الحادث أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه وجه الجهات المعنية بالتحقيق في ملابساته ورفع النتائج في أسرع وقت. بغض النظر عما يظهر من نتائج التحقيقات من التطور أريات وأساليب العمل في موسم الحج لم ولن تتوقف إن شاء الله، وتوجهنا الجهات المعنية بمراجعة الخطط المعمولة بها والترتيبات كافة. وبالتزامن يتوجه وفد مؤلف من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية والهلال الأحمر برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية حسن قشقاوي إلى السعودية لتحديد مصير المفقودين، فضلا عن متابعة عملية نقل جثامين المتوفين إلى البلاد والنظر في أسباب وقوع هذا الحادث الذي ذهب ضحيته نحو 131 حاجا إيرانيا، فيما لا يزال مصير 365 حاجا إيرانيا بينهم السفير الإيراني السابق في بيروت غدان فاروق أبادي مجهولا. ما هي الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مشعر منى، وماذا عن شارعي 204 و223؟ منى هي منطقة صحراوية تبعد عن شرق مكة نحو 5 كيلومترات في الطريق بين مكة وجبل عرفات. تعرف المنطقة كموضع أداء إحدى شعائر الحج ويبيت فيها العديد من الحجاج، كما أنها موقع رمي الجمرات الذي يؤدى بين الشرق وغروب الشمس في آخر أيام الحج، وفيها يوجد مسجد الخيف حيث كان الرسول قد صلى فيه. وفي منى الجمرات الثلاث، وهي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. ومشعر منى هو أحد المشاعر المقدسة بعد المزدلفة وعرفات، وفيه يقضي الحجاج يوم التروية اقتداء بالرسول في حجة الوداع يوم قدم في العام العاشر من الهجرة في حجة الوداع، ليوضح للمسلمين مناسكهم وأسس حجهم ليسيروا عليها في كل عام. أما الطرق الرئيسة المؤدية إلى مشعر منى فهي شارع الملك عبد العزيز، سوق العرب، طريق الملك فهد، وشارع الملك فيصل. في هذه الشوارع سار أكثر من 2 مليون شخص من أجل الوصول إلى مقصدهم ورمي الجمرات لإنهاء مناسك الحج. وبين طريقي الملك فهد والملك عبد العزيز الرئيسين المؤديين إلى مشعر منى وجسر رمي الجمرات، حوصر حجاج بيت الله الحرام عند تقاطع الشارعين 204 و223 اللذين لا يتجاوز عرض الشارع الواحد منهما 15 مترا ليلقى 763 نتيجة التدافع الشديد بعد قدومهم من مشعر مزدلفة. حرش العيد يفتح أبوابه مجدداً، وحدائق بيروت وأزقتها المنسية تنعشها ضحكات الأطفال في العيد. تحقيق حليمة طبيعة. في أحد أزقة الطريق الجديدة ارتدى الأطفال ثيابهم الجديدة ونزلوا للعب بمراجيح العيد مع رفاقهم.
هؤلاء ربما لم تسمح لهم ظروفهم المادية بالذهاب مع عائلاتهم لتمضية العيد في مكان أبعد من الحي الذي يقطنونه، ولكن حتى بساطة المراجيح وسواها من الألعاب هنا استطاعت أن ترسم فرحة العيد على وجوههم. بالأول كان في حرش العيد اسمه، كنا بالأول احنا وصغار نروح، هذا ما كانت موجودة بالأحياء كلها، كان في حرش العيد، يجيبوا رقاصين، يجيبوا طبالين، يجيبوا الكبيس، يجيبوا المراجيح والجنازيق الحمار والحصان، وكان في التصوير، قلت التصوير هذه اللي فوت راسه فيه، بس الحرش هناك كان في استمتاع أكثر للطفل، كان في فرحة للعيد، كان في يلبسوا ثياب جديدة، هلا هذول ثياب جديدة مساكين بيجوا لهنا بيلعبوا بيردوا يروحوا على البيت، بس هونيك كنا نروح بكرة من 8 ما نجي لغير عند غياب الشمس. كانت الدنيا بألف خير وكان العيد أحلى وكان فيه له رهجة، هلأ هالعيد ما فيه رهجة. على باب حديقة قصقص التي لطالما كانت واحدة من الأماكن التي يقصدها سكان بيروت مع أطفالهم يوم العيد، وقف بائع الذرة والترمس بكل ثقة ينتظر وصول الأطفال. عم أدسر لك بتبيع هون ذرة؟ يعني 10-12 سنة هون ببيعهم بشكل دائم يوميا، يعني بيجيبوا ايفون لتسكر جنيني، بس سكر جنيني بسرب على البيت. عم بتلاقي عالم يجوا على الجنيني؟ عم بعد في عالم عم بتجيبوا ولاده على الجنزوقه؟ طبعا لكن عمو هلا فرق بعيد، هون مجانا، اللي عنده 5 اولاد كيف بده ياخذهم على مدينه ملاهي بده يحط له 70-80 ألف ليره اذا كفي، هون لا هون مجانا بجيبهم 7-8 ألف ليرة إذا بدي يشتري لهم شيء. حرش العيد عاد وفتح أبوابه هذا العام أمام العائلات والأطفال، لكنه لم يشبه حرش العيد القديم وإن كثرت فيه الألعاب الحديثة. عم شو الفرق بين حرش العيد من زمان وهلأ؟ في فرق كتير عم، هلأ ألعاب في شوية حديثة عن الأول، أول شيء كان في شيء نوع من البدائية، كان في أكل وشرب للأولاد هيك صغار وكله، هلأ تغيرت جايبين بمبلاش غير شكل بس. أول مرة بتجي على حرش العيد؟ إيه. مبسوطة؟ كتير. شو الفرق بين حرش العيد ومدينة الملاهة أو مطرح تاني؟ هون شيء بتغير جو هون، وألعاب بتضلك تلعب وبتشتري شو ما بدك. إيه والملاهة نفس الشيء، بس هون بحس أحلى كتير. هون أرخص؟ إيه. من هيك تنبسطوا أكتر؟ إيه. أما حديقة الرئيس رنا معوض المعروفة بالصنائع وبحلتها الجديدة فاستقبلت من راح يبحث عن العيد بعيدا عن صخب المدينة، استقبلت الكبيرة قبل الصغير وكانت خير متنفس لفقراء المدينة وضواحيها. العيد في بيروت هذا العام كان خفيف الظل وقليل الصخب، وبيروت الجميلة شرعت أبوابها لفقرائها قبل أغنيائها، فيما لا تزال بعض حدائقها وبعض أزقتها المنسية تنتظر ضحكة أطفال يملؤون مقاعد مراجيحها فرحا وحياة. حليمة طبيعة، قناة الجديد. مجموعة طلعت ريحتكم تعايد اللبنانيين على طريق المطار. لم يشأ عدد من شبان مجموعة طلعت ريحتكم أن يمر اليوم الثاني لعيد الأضحى مرور الكرام، فكانت وجهتهم مطار بيروت الدولي. كل اللبنانيين جايين على لبنان والفلين من لبنان كانوا بإجازة ولا مسافرين، نقول لهم الأضحى مبارك. نحن عم نجرب نوصل رسالة اليوم أنه نحن مع كل اللبنانيين، شو ما كانت انتماءاتهم وشو ما ولا وبأي حزب كانوا وين ما كان يكونوا، نحن معركتنا مع الطبقة السياسية الفاسدة، نحن معركتنا مش مع الناس. ليش اخترتوا نحن هلا اليوم طريق المطار؟ يعني شو الافاده؟ شو بيقدم وباخر كل المطار؟ الهدف من هذا الشيء انه كل اللبنانيه هون المحل اللي بيجوا عليه اللبنانيين هن جايين على لبنان، وتدركوا لبنان نحن عندنا مطار واحد بهالبلد. لانه نحن مع الحركه المدنيه. بالنسبه للمعيشه ولكل شيء، يعني الوضع بالمره بالبلد هون، يعني هنجي عم نلاقي شغل، مستمرين حنضل معهم مستمرين نحن. والبونبون طبعا والأضحى مبارك. ايه أضحى مبارك دعات عليك. شو بالنسبة لكم هيدا الرمزية؟ الرمزية هيدا عيد كبير. ايه؟ أول شيء شو عطوكم؟ أحلى هدية. مرتاحين بالحراك؟ مرتاحين بالتحرك؟ الحمد لله. لأنه بدنا البلد يصير أحلى. أول شيء نحن نزلنا اليوم لحتى نوصل لرسالة السلام والمحبة للعالم، لأنه في ناس عم بيقولوا عنا أنه نحن مشاغبين ونحن عم نعطل الاقتصاد بالبلد وما شابه ذلك. نحن نزلنا بس لحتى نفاجئ العالم أنه نحن سلميين حضاريين، نحن دعاة السلام دعاة المحبة، مناش دعاة العنف مثل ما هني عم يدعوا. للمغادرين كما للواصلين إلى لبنان معايدة من هؤلاء الشباب الذين فضلوا توزيع الملصقات والحلويات على السيارات بدل تمضية الوقت إلى جانب عائلاتهم.
مكبات عشوائية على ضفاف نهر الليطاني في البقاع الغربي لا تراعي أدنى الشروط البيئية. تحقيق ناصر بلوط. خارج محافظتا بيروت وجبل لبنان ينتشر 760 مكبا عشوائيا للنفايات. المكبات المنسية هذه والذي يعود عمر بعضها إلى أكثر من 20 عاما، إضافة إلى عدم شرعيتها، لا تراعي الشروط الصحية ولا البيئية. المكب العشوائي عم تنحط فيه النفايات، واليوم الكرة، بعض الكرة تحولت لمدن، عم ينحط فيها النفايات بشكل عشوائي، عم تقتل فيها التربة، عم تشوه المناظر، عم تشتت الدنيا، وينزل عصارة النفايات مع المية الشتاء عم تنزل على المياه الجوفية اللي نحن عم نشرب منها. أضف على ذلك أنه هذا المكب عم يحترق بشكل مستمر، وهذا بشكل خطر على الصحة العامة وعلى صحة الناس، وخصوصا عندنا المكب العشوائي قريب جدا للثانوية الرسمية والمدرسة الرسمية اللي فيهن حوالي 1000 طالب. من هون إمنا بالتعاون مع بلدية السرفاند، مع جمعية البحث عن أرضية مشتركة، لا بلشنا على توعية، حملات توعية لفرز النفايات من المصدر، وقمنا بتوعية لستات البيوت لطلاب المدارس، وبلشنا ناخد النفايات المفرزة بطريقة الدليفري، يعني نحن نروح نجيبهم من البيوت ونحطهم بأرض لنفصلهم عن المكب اللي موجود واللي عم يسبب ضرر للناس. هنا وعلى ضفاف نهر الليطاني في منطقة جب جنين مكب غير شرعي. هذا مكب عشوائي يلي ما لاحظته خطة الحكومة بموضوع النفايات، وهذا تأثيره مباشر لأنه هذا النهر، نهر الليطاني يلي صار صراحة اسمه مجرور الليطاني، عم بيأثر على مباشرة على أمننا الغذائي وعلى صحة الناس وعلى وعلى يعني البيئة، الإيكو سيستم الموجود بالمنطقة. تأثيره كثير سلبي علينا، يعني بالنسبة للروائح ولدخان المكب كثير، يعني أهم شيء إنه بيجوا بيولعوا كل يوم من عشية، بتبقى هالمنطقة ما شاء الله لا تقول إلا غطيطة ونازلي وروايح شي بشهي. رائحة النفايات التي فحت في بيروت وجبل لبنان سبقتها إليها محافظات البقاع والجنوب والشمال، هي مناطق عانت الحرمان واليوم تدفع ضريبة خطة اعتبرتها الدولة حلا. ناصر بلوط، قناة الجديد. نيويورك محفل دولي للقاءات السياسية، وفيها أجرى رئيس الحكومة تمام سلام سلسلة اجتماعات. عرض رئيس الحكومة تمام سلام مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في مقر إقامة الأخير في نيويورك تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام عن الجانب اللبناني، وعن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودت ومندوبة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة دينا قعوار. كما التقى سلام في مقر الأمم المتحدة ملك إسبانيا فيليب السادس. وكان سلام وصل إلى نيويورك مترئسا وفد لبنان في افتتاح أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة. من جهته شارك باسيل في الاجتماع السنوي 39 لوزراء خارجية دول مجموعة 77 زائد الصين الذي يعقد في نيويورك تحضيرا لانعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتحدث باسيل عن أزمة اللاجئين وتأثيراتها الكارثية على الأمن والتنمية والاقتصاد والاجتماع والبيئة. وعلى هامش الاجتماع التقى باسيل عددا من نظرائه العرب والأجانب، وعقد في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة اجتماعا مع وزيرة التجارة الهولندية، وجرى البحث في تداعيات الأزمة السورية لجهة تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى لبنان. وردا على سؤال حول ما إذا كان التوجه جاد لمد الحكومة اللبنانية بالمساعدات المالية، قالت الوزيرة الهولندية إذا وافق البنك الدولي على إعطاء لبنان قروضا ميسرة سيجري هذا الأمر عبر الحكومة اللبنانية. تداول مغردون تسجيلا مصورا لشاب سعودي يبايع فيه زعيم داعش أبو بكر البغدادي، ويطلق النار على ابن عمه العسكري ويقتله في منطقة صحراوية يرجح أنها في شمال السعودية. ولم تفلح مناشدة الشاب المقيد بحبال في النفاد من القتل، حيث وجه له الجاني رصاصات من سلاح رشاش على رأسه، ما أسفر عن مفارقته الحياة على الفور. أي كافرينج، وهذا عبر لكم يا آل سلول، هذا عبرك. سعد، أقسم بالله، والله العظيم، والله العظيم سعد،
تكفى سعدتك تكفى سعد والله يا طيب والله نسير الله كرفان والله نسير. الله أكبر. خطاب البابا فرانسيس أمام الكونغرس ينزل دمعة رئيس مجلس النواب الأمريكي، فرأس الكنيسة في العالم خاطب الأمريكيين بدعوتهم إلى عدم الخوف من المهاجرين والترحيب بهم، إذ أن أمريكا نفسها أسسها مهاجرون. لم يتمكن رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بيرست من ضبط دموعه خلال إلقاء البابا فرانسيس خطابه التاريخي أمام الكونغرس، ففشل بتمالك نفسه، لذلك استعان بمحرمة وضعها في جيبه، إذ كان التصفيق يعلو طوال فترة كلمة البابا التي دعا فيها إلى التيقظ من كل أشكال الأصولية الدينية، مؤكدا في الوقت ذاته أن مكافحة التطرف يجب أن لا تكون على حساب الحريات الفردية. وأعلن البابا في خطابه التاريخي أمام الكونغرس أن حلم مارتن لوثر كينغ بالمساواة في الحقوق المدنية والسياسية للسود الأمريكيين لا يزال مصدر إلهام لنا جميعا. وحول أزمة الهجرة قال البابا إن أزمة اللاجئين في العالم بلغت مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وتتطلب اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، وهي تشكل تحديا كبيرا. لذلك وجه البابا دعوة إلى الكونغرس الأمريكي لمساعدة أولئك الذين يهربون من الحرب والفقر. انتهى البابا من كلمته أمام الكونغرس، ولكن حتى لدى إلقائه التحية على الجماهير أمام البيت الأبيض بكى رئيس مجلس النواب مجددا بعدما منح البابا البركة للحاضرين متوجها إلى غير المؤمنين. And if there are among you any who do not believe or cannot pray, les pido por favor. I ask you please que me deseen cosas buenas. To send good wishes my way. يذكر أن البابا فرانسيس كان أول من دعا إلى الصلاة الجماعية من أجل سوريا في الصيف الماضي لدى الحديث عن الضربة العسكرية على سوريا. وطفلة تتخطى الحواجز الأمنية لتعانق البابا وتسلمه رسالة من المهاجرين. نجحت الفتاة المكسيكية صوفيا كروز ابنة الأعوام الخمسة في جذب انتباه البابا فرانسيس والعالم حين تخطت الحواجز الأمنية لتعانق الحبر الأعظم في واشنطن وتسلمه رسالة لصالح تسوية أوضاع المهاجرين. وجاءت الطفلة مع والدها ضمن مجموعة من أكثر من 10 أشخاص قطعوا مسافة طويلة من مدينة لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة لملاقاة البابا. وحظيت قصة هذه الفتاة باهتمام كبير حول العالم بعدما شقت طريقها بشجاعة بين الحشود متحدية الطوق الأمني الكبير المفروض في الموقع لتسلم البابا فرانسيس رسالة باسم ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة: أود أن أخبرك أن قلبي حزين، وجميع المهاجرين مثل والدي يسهمون في بناء هذا البلد. هم يستحقون العيش بكرامة واحترام، يستحقون إصلاحاً لقانون الهجرة. وصوفيا وشقيقتها الصغرى سارة من بين ملايين الأطفال الذين ولدوا في الولايات المتحدة ويحملون جنسيتها، لكن أهلهم معرضون في أي لحظة للترحيل لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية. كان في العناوين: نصر الله عون مرشحنا إلا إذا، والنسبية هي المدخل للحل في لبنان. بكل صراحة بدي أحكي الليلة، من يرفض ديكتاتوري. تدافع في التكهنات حول كارثة الحجيج وإيران تعلم على السعودية. كان في الخاص: خطأ طبي يجمد حياة الرضيعة فاطمة. وضع حيكون كتير سيء، مش مثل البيبيات العادية أبدا. اتهامات على محور كفردبيان فريا تسقط في نبع العسل. اجت هالزبالة نزلت بالجورة. من لبنان إلى نابولي، كامورا نفايات يتكرر. بيانو 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 بيانو.
ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.